بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة رئيس المؤتمر السيد أوسكار غونزاليس مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السيد هولن زاو، أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود وأعضاء الوفود المشاركة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي ويشرفني أن أنقل لكم تحيات وشكر شعب وحكومة دولة الكويت وتمنياتهم لكم ولمؤتمركم هذا بالتوفيق والنجاح، كما أود أن أعرب عن جزيل الشكر وبالغ التقدير لحكومة وشعب جمهورية الأرجنتين الصديقة على استضافتها لهذا المؤتمر للمرة الثانية على أرضها الطيبة وعلى الجهد المبذول لإنجاح المؤتمر. كما يسعدني أن أتقدم إليكم الأخ الرئيس بالتهنئة لرئاساتكم لهذا المؤتمر، متمنين لكم النجاح والتوفيق، وإلى جميع الأخوة رؤساء اللجان ونوابهم. سعادة الرئيس، يحظى المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات باهتمام عالمي، حيث تنطلق منه الخطة الاستراتيجية لأحد أهم القطاعات بالاتحاد، والتي تولي اهتمامها الأكبر لجميع دول العالم على اختلاف ظروفها المعيشية. وفي ضوء موضوع المؤتمر والذي يركز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي أطلقت من الأمم المتحدة، مما يلقي على عاتقنا كدول أعضاء بالاتحاد مسؤولية تذليل كافة العقبات لتحقيق أهداف المؤتمر والخروج بخطة عمل تتضمن أهم المبادرات الإقليمية التي نسعى كدول لتحقيقها، وذلك بوضع الخطط الاستراتيجية والتنظيمية لتحقيق المبادرات المعروضة علينا، ووجود تعديل على عدة قرارات تهم جميع الدول وبالأخص الدول النامية. لذا أدعو الحضور الكريم إلى المساهمة في المبادرتين اللتين أطلقتا خلال المنتدى العالمي الثاني بشأن الاتصالات في حالات الطوارئ، والذي عقد في مدينة الكويت خلال شهر يناير 2016، والذي اعتمدنا فيه استراتيجيات عملية لتعزيز الاستجابة لحالات الطوارئ. والمبادرتين هما إطلاق شبكة الاتحاد للمتطوعين من أجل الاتصالات في حالات الطوارئ، والصندوق العالمي للاستجابة السريعة في حالات الطوارئ. الحضور الكريم، لقد أدركت دولة الكويت أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إحداث نقلة نوعية في حياة الأفراد والشعوب، مما يحقق أهداف التنمية المستدامة. لذا سعت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ جميع التدابير الممكنة والبدء بعدة مشاريع لمواكبة العالم، وذلك سعيا منها لتطوير ورفع كفاءة خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومنها البدء بمشروع بوابة الكويت الدولية ليتم ربط دولة الكويت مع العالم الخارجي. ونسعى لإنشاء شركة النطاق العريض، وذلك لتطوير البنية التحتية للشبكة الوطنية في الدولة، وجاري تغطية جميع مناطق الدولة بالألياف البصرية بنهاية 2018، وذلك للوصول إلى التوازن المطلوب في نسبة الانتشار لخدمات الإنترنت ما بين الهواتف الثابتة والمتنقلة. وكما تعلمون بأن دولة الكويت تصدرت المرتبة الثانية عالميا في انتشار الإنترنت عبر الهواتف المتنقلة. ومن المشاريع الحيوية التي جاري العمل عليها حاليا هي استكمال الترتيبات اللازمة لاستغلال موقع الكويت الجغرافي لإنشاء الممر الإقليمي، وذلك عبر توفير كابل دولي مع الجمهورية العراقية الشقيقة لنقل البيانات عن طريق هذا الكابل ما بين آسيا وأوروبا، لنكون كحلقة وسيط للربط. السيدات والسادة، لقد بات الأمن السبراني يشكل جزءا أساسيا من أي سياسة أمنية وطنية. لذا قمنا في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السبراني للدولة، والتي جاءت استجابة لإدراك حكومة دولة الكويت لحجم المخاطر الكامنة في مجال الأمن السبراني والتي تطال الدولة من أفراد ومؤسسات. سعادة الرئيس، أود في نهاية كلمتي هذه أن أعرب عن سعادتي البالغة لتواجدي بينكم في هذا البلد الصديق، واسمحوا لي أن أوجه شكري الجزيل لكل من ساهم على عقد هذا المؤتمر، وأخص بالشكر جمهورية الأرجنتين الصديقة ورئيس المؤتمر ومعالي الأمين العام ومدير قطاع التنمية ومدراء المكاتب الإقليمية لما قاموا به من تحضير جيد لهذا المؤتمر من خلال الاجتماعات الإقليمية. كما لا يفوتني شكر الجنود المجهولين الذين يقومون بواجباتهم من خلف الكواليس، موظفو الاتحاد. وأتمنى لكم النجاح في مؤتمركم هذا، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.